نعم، مساء الخير للجميع. طبعا في كركوك سألخص الاجتماع الأخير الذي جمع السيد المعاون الفني لمحافظ كركوك قبل يومين من الآن مع الدوائر الخدمية في مدينة كركوك. طبعا الاجتماع تركز حول جهود خدمات الكهرباء والبلدية والقائم المقامية وكذلك الخطة الأمنية لقيادة العمليات وقيادة الشرطة في كركوك. على مستوى الكهرباء، مديرية توزيع كهرباء كركوك أعلنت أنه الكهرباء الوطنية في كركوك خلال الأسبوع الأخير وصل تجهيزها إلى تقريبا 15 ساعة، وفي أيام العيد هناك ترجيحات بأن تتزايد هذه الساعات وتصل ربما ل 20 ساعة تجهيز في اليوم، على اعتبار أنه الورش والمعامل الصناعية في كركوك ستعطل خلال أيام العيد، فبالتالي هناك ترجيحات بأن تزداد الكهرباء الوطنية في كركوك وتكون بنسبة 20 ساعة باليوم تقريبا. طبعا أيضا يعني مديرية توزيع كهرباء كركوك أوضحت لكل المواطنين، كل مواطني المدينة، أن أي خلل سيطرأ على المحولات أو على شبكات الكهرباء فبالإمكان الاتصال برقم محدد لصيانة الكهرباء، وبالتالي سيتم طبعا تصليحها خلال مدة زمنية قصيرة على مدار 24 ساعة ستعمل فرق الصيانة. هذا ما شددت عليه إدارة المحافظة لمديرية توزيع كهرباء كركوك بالدرجة الأساس. أما بالدرجة الثانية على مستوى خدمات البلدية، فأن بلدية كركوك أيضا قررت واتخذت إجراءات صارمة ضد أصحاب المطاعم والباركات والمتنزهات والمحال التجارية في حال يعني كان هناك رمي عشوائي للنفايات في الشوارع، فبالتالي ستتخذ بحقهم إجراءات قانونية، وأيضا سيتعرضون لغرامات مالية ستتخذ بحقهم. وأيضا قيادة الشرطة طبعا شددت على موضوع أصحاب العربات وأصحاب الستوتات بعدم رمي النفايات عشوائيا في شوارع المدينة، وأيضا سيعرضون للمساءلة القانونية. أما على مستوى القائم المقامية، محمد بشكل سريع، القائم المقامية هذا عام طبعا لم تحدد أي مكان للذبح العشوائي بالنسبة لذبح الأضاحي في أول أيام عيد الأضحى المبارك، بل خصصت فقط المجزرة المجازة، مجزرة كركوك الرسمية، هي المكان الوحيد الذي يسمح لذبح الأضاحي فيه. أما على مستوى الشوارع والمناطق الأخرى فلن تحدد، عكس العام الماضي حددت 5 مناطق لذبح الأضاحي. أيضا هناك بشرة زفتها إدارة المحافظة لأصحاب محال خان قيردار الذي تعرض للحرق طبعا داخل سوق القيصرية في كركوك السوق الأثري، طبعا زفوا لهم البشرة بأن هناك أحيل المشروع لإعادة تأهيله مرة أخرى، وطبعا ستنجز المحال من جديد خلال 3 أشهر هذه الفترة القصيرة، وممكن أصحاب المحال أن يعاودوا طبعا مزاولة عملهم في هذه المحلات، وهذه طبعا أيضا بشرة بالإمكان أن نزفها من خلال أيام العيد. وبالتالي العيد في كركوك بخطة أمنية محكمة، قيادة العمليات وقيادة الشرطة بمفارز منتشرة لنقاط تفتيش أيضا ستكون متواجدة في عديد المناطق، خصوصا في المناطق التي تتشهد حركة تجارية حيوية في منطقة طريق بغداد، شارع القدس مثلا، مدينة الألعاب، المتنزهات، الباركات، المولات، أيضا هذه الأماكن الحيوية. وبالتالي أيضا هناك جسور مشاة أنجزت قبل خطة العيد وكانت معدة ضمن خطة العيد اللي تحدثنا عنها اليوم في تقريرنا الذي عرض على قناة الفلوجة أو ممكن أن يعرض بعد قليل. وبالتالي هذه كلها خطط مهمة وضعتها إدارة المحافظة بالحسابات من أجل تسهيل أيام العيد والاستمتاع بالنسبة للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك. نعم محمد.